الكوبليه اللي عمرو دياب ما غنهوش انت عارف راح فايرل ملايين المشاهدات. اللي هو كان بيقول ايه؟ عشان احنا معاكي اساسا. لا ده الناس معجبه جدا بالمقطع. أيوة وكل واحد يعني يقول ايه ده عمرو دياب ذكي ان هو ما غنهوش او يا خساره ان هو ما غنهوش. عمل كان حلم. بس هو تامر كل اغنيه بيعملها 10 كوبليهات كلهم جامدين يعني عمرو دياب بيتخانق معاه لان هو بيبعت له 10 كوبليهات فبيحتار يعني هيقول ايه. انت عامه بتكتب الاغنيه اطول. انا بتعامل مع الاغنيه ان انا سيناريست. هو موقف وفي كل حاجه وارد. ممكن يبقى حلم ممكن يبقى حقيقه ممكن يبقى فيوم ثلاثة تحديدا كان في ليا نوم صحيت ده يوم على كيفي ده وفي اغاني كتيره بحس ان انا في تفاصيل مهمه لازم اقولها واقول التفاصيل كلها والمطرب يغني الاقرب لي او لخياله. طب قول لي في كوبليه تاني مستخبي ممكن تقولنا؟ لا لازم تقول. لا في يوم ثلاث؟ لا في اي اغنيه تانية. مش عارف ليه ببعت لك بس ارتحت وفي كل مكان بتروحوا حبيبي انا اروح بغلط في اسامي الناس وانا بنده ليك واتخيل فيك الاقيني فرحت بعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لا ده انت ما زلت وكفاية بعيدنا كفاية فرقت معايا ما نسيتش حاولت بعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لا ده انت ما زلت وكفاية بعيدنا كفاية فرقت معايا ما نسيتش حاول بعترف ان انت ما تتعوضش بحال واللي انا حسيته معاك كان حب بجد وقابلت في ناس وعرفت ناس بعدين بعملهم غرب وكلام عال واعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لا ده انت ما زلت وكفاية بعيدنا كفاية فرقت معايا ما نسيتش حاولت بعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لا ده انت ما زلت وكفاية بعدنا كفاية وفرقت معايا ما نسيتش حاولت.